سورة الروم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكينة والمودة والرحمة هي دعائم الحياة الزوجية كما يصورها القرآن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة ستر للرجل والرجل ستر لها، كل منهما يعتبر سترا وغطاء ووقاية ودفءا وزينة لصاحبه. هذه هي الحياة الطبيعية الزوجية. ولكن هناك حالات النشوز، حالات الترفع والتمرد من المرأة على زوجها. ماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ أفي كل ما يحدث شيء يشكو إلى الناس أو يذهب إلى المحكمة؟ لا، عليه أن يعالج الأمر علاجا داخليا بحكمته ولباقته. هناك وسائل شرعها القرآن، هذه الوسائل متدرجة. يبدأ الرجل إذا رأى أمارات النشوز من المرأة بالوعظ، والوعظ أن يخاطب عقلها وقلبها بما يرغبها في البقاء في الحياة الزوجية وما يحذرها من انهيار الأسرة. يخوفها الله تعالى وسخطه وعقابه في الآخرة، ويخوفها فضيحة الدنيا وكلام الناس، ويخوفها من انهدام هذه المؤسسة، وخصوصا إذا كان بينهما أطفال وأولاد لا ذنب لهم. فعظهن. فإذا لم ينفع الوعظ تدرج إلى المرحلة التالية، وهي الهجر في المضجع. يهجرها في المضجع، أي في المكان البيتوتة، أي على سرير الزوجية. يوليها ظهره، يشعرها بأنه غاضب منها، لعلها ترتدع، لعلها ترجع وتعود المياه إلى مجاريها. فإذا لم ينفعها ذلك لجأ إلى وسيلة أخرى، هي وسيلة المضطر وآخر العلاج الكي. وكما قال الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وهي الضرب. والضرب ليس علاجا عاما لكل النساء ولا من كل الرجال، إنما قد يصلح لبعض النساء في بعض المراحل في بعض الحالات، وقلما يلجأ إليه الرجل الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص في الضرب: ولن يضرب خياركم، لن يضرب خياركم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هو الأسوة للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما ضرب بيده شيئا قط، ما ضرب امرأة ولا ضرب خادما ولا ضرب دابة. فالضرب لا يلجأ إليه الخيار الكرام من الناس، ولكن يلجأ إليه بعض الناس أحيانا للضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وقد قال العلماء: إنما يباح ذلك، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، يباح ذلك إذا كان ذلك لا يعتبر إهانة للمرأة ولا إيذاء لها. فبعض الناس يستسيغ ذلك في البوادي وفي بعض البيئات، يمكن أن يستسغ ضرب المرأة، إنما في البيئات المتحضرة والمرأة المتعلمة والمثقفة لا يتصور من الرجل أن يضرب أستاذة أو يضرب موجهة أو يضرب طبيبة أو يضرب، لا يتصور. إنما هناك بعض الناس قد ينفع معها الضرب أحيانا فيلجأ إليه. وإذا ضرب فلا يضرب ضربا غير مبرح، فلا يضرب ضربا مبرحا، لا يكسر عظمها، لا يكون جلادا يمسك بالصوت أو بالعصا الغليظة ويكسر رأسها، ليس هذا هو الضرب. إنما الضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خادمة أبطأت عنه يوما وأمسك بالسواك وقال: لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، بهذا السواك. هذا نوع الضرب الذي يقال هنا، وليس بصوت وليس بخشبة وليس بعصا غليظة. فما هذا هو الضرب الذي يقصد؟ ولا يضرب الوجه. هذه وسيلة يلجأ إليها عند الضرورة. وقد قال الإمام عطاء بن رباح رضي الله عنه الفقيه التابعي، قال: الرجل لا يضرب المرأة ولكن يغضب عليها. قال الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: وهذا من فقهه رضي الله عنه وفهمه لشريعة الله عز وجل، أي إنه رأى أن الضرب للإباحة، ولكن جاءت أشياء أخرى تفيد الكراهية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام:
أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته أول النهار ويضادعها آخرة؟ أي إن الضرب لا يليق بحياة زوجية مثالية، فكأن في ذلك نوع من الكراهية لمسألة الضرب، فهذه ضرورة. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا استجابت المرأة بمرحلة من هذه المراحل ووسيلة من هذه الوسائل فلا يلجأ إلى ما بعدها، وفي آخر الوسائل لا يلجأ إلى شيء آخر، إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا يتطاول عليها ولا يعتدي عليها بالطلاق وبالتهديم هذه الأسرة، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد جعل القرآن التفريق بين المرء وزوجه من عمل السحرة الكفرة، وهو من الكبائر ومن أعظم ما يرضي إبليس اللعين، التفريق بين المرء وزوجه. فثم ذكر القرآن هنا وقفة أخرى، إذا لم تجد هذه الإجراءات الداخلية فماذا يفعل؟ هل يظل المجتمع مكتوف اليدين وهو يرى الأسرة تنهار بين يديه؟ عليه أن يتدخل. وهنا يقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. على المجتمع أن ينشئ محكمة عائلية تتكون من رجل ثقة من أهل الزوج وثقة من أهل الزوجة، ترتضيه الزوجة كما يرتضي الآخر الزوج. هذان الحكمان عليهما أن يبحثا في سبب الخلاف ويحاولا العلاج بصدق نية وبقوة إرادة. ومن لطائف القرآن أن القرآن هنا ذكر الجانب الإيجابي ولم يذكر الجانب السلبي، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر جانب التفريق، لأن القرآن يغلب جانب الخير من باب التفاؤل دائما. وقد بعث عمر رضي الله عنه رجلين ليحكما في زوجين مختلفين، ثم عاد ولم يفعل شيئا، فنهرهما عمر وقال أصلحا نيتكما وعودا، فرجع بنية جديدة وإرادة جديدة وحاول ووفق. فجاء إليه قال وفق الله بيننا يا أمير المؤمنين، ورجع كل منهما إلى صاحبه قال صدق الله العظيم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الأسرة عزيزة على الإسلام، لا يحب الإسلام للأسرة أن تنهار، وهذا التحكيم هو مخرج من المخارج للمرأة المسلمة. بعض الناس يقول الرجل أعطي الطلاق فماذا أعطيت المرأة؟ أعطيت المرأة هذا التحكيم، سواء اعتبرنا الحكمان وكيلين أو اعتبرناهما حكمين كما يرى ذلك بعض الفقهاء وكما ذهب إلى ذلك بعض الصحابة، لأن سيدنا علي بعث الحكمين وقال إن شئتما أن تجمعا فاجمعا وإن شئتما أن تفرقا ففرقا، أعطاهما سلطة قضائية. وهناك الخلع، تستطيع المرأة أن تفدي زوجها بالخلع، وهناك التطليق للضرر والتطليق للإعصار بالنفقة والتطليق لغير ذلك. فإن المرأة لا يجوز أن يظلمها الرجل ويبقى المجتمع الإسلامي صامتا متفرجا. هذه هي الأسرة التي يريدها الإسلام، يريدها أن تستمر على السكينة والمودة والرحمة. فإن حدث نشوز فلا بد من اتخاذ الوسائل في العلاج، فإن لم تجد هذه الوسائل فإن المجتمع المسلم يتدخل للإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.